عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن هنا في مدرسة التقنية التكنولوجية في سكوتو، ولاية سكوتو في الشمال الغربي لنيجيريا، وهنا مع الإخوة من اللي هو الكوميشن بتاع الزكاة ولجنة الزكاة ولجنة الوقف الموجودة هنا، وعندهم موقف اسمه وقف الشجرة. وقف الشجرة، أنا واقف هنا جنب النخلة دي، لأن النخلة دي كانت أكتر شجرة يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم. أكرموا عمتكم النخلة كما كان يقول صلى الله عليه وسلم، أكرموا عمتكم النخلة، أكرموا عمتكم النخلة. وكان غذاء الرسول صلى الله عليه وسلم الأسودين، الماء ورديء التمر. الماء ورديء التمر. الحكومة هنا ادت لهم حوالي 8 مليون من المعاملة المحلية، يعني حوالي 160 ألف جنيه لدعم مثل هذا المشروع، المشروع الحيوي لإيقاف اللي هو التغير المناخي السلبي، وكذلك إيقاف اللي هو التصحر والجفاف، وكذلك لمحاربة ارتفاع درجة الحرارة فيه خاصة في أفريقيا. وأذكركم اليوم بما نراه منذ حوالي أسابيع عدة، أن الحرائق في الأمازون والحرائق في الكونغو والحرائق في أنغولا، واليوم طلع البركان اللي موجود في إيطاليا، ولأنا متخيل أنه هو حيزيد للتلوث البيئي والانحباس الحراري والتغير المناخ السلبي لنا كلنا. فاليوم احنا بنشهد مشروع جميل جدا، يعني بينها هنا هو بعض الشجر الآخر اللي بتتمتع، يعني جبنا أنواع من أنواع الشجر.